نفسي ما رد انا بدو شي مصرتهم كش عليكم يعني والله يا رهوف مصيرة. انا قلت زمان ما قلنا حقائق عن هالظلم بلاقي منها المعلومات غريبة عن الرجال لم تسمعوها من قبل، فأنا قلت أكيد سامعتها من قبل. والله تفاجأت عن جد مش سامعتها. في أشياء مش سامعينها من قبل. أنا مش سامعتها من قبل. في أشياء مش سامعينها من قبل. لا حلو حلو اليوم بدنا نفاجئكم. عم نقطعكم اليوم. طيب إذا اليوم رح نحكي عن هيك حقائق فاكتس عن الرجال ممكن أنت نفسك ما بتعرفها عن حالك. أنا متأكدة في كم من وحدة خطيرين. أعطيني أول وحدة لفتت انتباهك بس بعدت لك الحقائق. احذري أي وحدة. أكثر إشي لفت نظري واحدة من عجائب الرجال والحقائق الغريبة عن الرجال بأنه الرجل ما عنده ثقة بنفسه قد المرأة ليعبر عن مشاعره. عشان هيك إحنا رومانسيين أكتر منهم. يعني هو بحب يسمع كلام حلو وبحب تضلك تنفخي وتمدحي وإنت ما في منك وإنت بتجنن، بس هو ما بيعرف يحكي. ليش؟ لأنه المرأة عندها ثقة بنفسها أكتر إنه بتقدر تعبر عن مشاعرها. هو بخاف من الصد. في رهاب تخيلي انه احنا عندنا ثقه بنفسنا. انا هيك بحس اللي بيعبر عنده ثقه بنفسه. بحبك وانا بموت فيكي حبيبتي. عندنا ثقه بانفسنا والله. رهوفتي قولي لي المعلومه الثانيه، اكدي لي انت اذا صح ام خطا وانتوا كمان شاركونا. هل تعلم تعلم فشو مش انت نرجع اللي قال لك. هل تعلم أن الرجل ينسى ولا يسامح عكس المرأة تسامح ولا تنسى؟ ينسى ولا يسامح يعني هو بينسى بشكل مؤقت بس وقتها ما بيسامح. بس براكم براكم إحنا منسامح بس ما بننسى. ينسى هو أنا فهمت ولا يسامح. يعني هو بينسى لك الموقف ما بيسامحك. بالضبط إحنا منسامحك بوقتها بس ما بننسى. ما بننسى. مظبوط لا مظبوط. هلا بس فهمناها مظبوط طبعا. شو بتقولوا انتم؟ مظبوطه الرجال انا بحس بهاي المواقف اكثر وضوحا من المراه. يعني المراه توحي لك انها هي نسيت وسامحت، بس هي لا نسيت ولا سامحت. يمكن سامحت بس مستحيل تنسى. يعني لنفترض ست عرفت انه جوزها خاينها وقررت انها تستمر معه، هي ممكن تسامحه بس مستحيل تنسى انك خنتها. بس بقول لكم شغله على فكره، على سيره المسامحه هاي بلاحظها من كتير من الصبايا كونه احنا يعني اختلاطنا فيهم كبير. هلا هي حتى اذا سامحت بتضل تذكرك فيها كل من دقيقتين لثلاث دقائق قبل الاكل وبعد الاكل طبعا. ففي بعض الرجال بيفضل انه لا هي تاخذ قرار الانفصال على انها تسامحه وتعيش معه وتشل امله وتهت عليه. بس انت كل ما يعمل إشي بس انت ما تنسى. انا لسه ترى سوزان ما نسي. سوزان يا بنت بديعه. رهوفتي ستي هل تعلمين يا رهف صوالحة انه على الرغم من حب الرجل للتدخين الا انه ينفر من المراه المدخنه؟ انت حتقولي يا مرسي. لا بس حتى لو كان هو هيفي سموكر لا يحب المراه التي تدخن. أنا أقول لك شو وين موتي من الرجال اللي بيعترضوا على تدخين المرأة. هلا إحنا معترضين على تدخين الإنسان بالمطلق بشكل عام عشان الأمراض وصحتك وما إلى ذلك. ولكن أنا مثلا ما بحب لما الزلمة مثلا يقول لك شكل الست اللي بتأرجل إليجنت أكتر من مسكة السيجارة. أنا معه. شو إليجنت أكتر؟ أو مثلا الإي سيجارت السيجارة الإلكترونية شكلك فيها إليجنت بس السيجارة. هلا تعلي من مبدأ صحتي بقول حبيبي وعمري. أما عشان الصورة اجتماعيا لا يابا سبيشلي إذا هو بدخن. هاي يعني انت شو انت لو تركزي يعني هو انا فهمت على هيك بنسولف لك بنقول لك حب الرجل للتدخين حتى وان كان مدخن. حتى وان كان بحبش هديك المدخنة. في حقيقة عجبتني كتير. احنا دائما بنحكي ومنكرر ومنعيد بانه الست بتحب بدينيها والزلمة بحب عيونه. يعني الست بتحب تسمع كلام حلو بغض النظر عن نسبة وسامة الرجل اللي أمامها. والرجل العكس بحب بالأول بعيونه. طلع المظبوط، طلع الحقيقة اللي موجودة بهاي المقالة بأنه فعليا الرجل كائن بصري والمرأة كائن سمعي. طبعا يعني هي بكل إشي بالحياة هي بتفهم أكتر بالسمع، هو بيفهم أكتر بالبصر. هذا الفرق بين الرجال والنساء. نفسي ألاقي لك على سيرة إنه الرجل كائن بصري. مهما كان أو مهما كانت نسبة جمال المرأة التي بصحبة الرجل لو كانت أمر
الرجل سينظر إلى نساء أقل جمالاً وهو في حضرتها. يعني قاعدين أنتوا بمطعم، دخلت ست، هم ما بيقدروا ما يتطلعوا، بيلتفت لأنه كائن شو؟ قرد. بصري. لأنه بصري بصري. رهوفتي ها ستي يلا افهمي علي هسا، كل واحدة حقيقة قولي. هاي ما بعرف يعني بدنا نناقشكم فيها، احنا لسه عم نناقش. حوالي 70% من الرجال لا ينتبهون لإشارات المشاعر ولا يتقنون فهم لغة الجسد، جايتك بالحديث، وقد لا يلاحظون علامات الحزن والزعل على وجه المرأة. لذا ينصح الخبراء دوما النساء بقول الصراحة بشكل واضح أمام الرجال. يعني أنت لما تكوني زعلانة يجي لك مالك تقولي له ما مالني ولا إشي ولا إشي، ويروح هو ينام وتطلب الطلاق أنت على الفجر. لا ما هو مش فاهم، مش فاهم، مش عارف، مش فاهم، هو مش فاهم إنه أنت حزنانة، ما بقدر يقرأ علامات الحزن بوجهك. هلا هاي هي بالضبط الحقيقة اللي كنت بدي أحكيها، إنه الرجل ما بفهم تلميحات المرأة. لما أنت تلمحي له، الرجال مخهم واضح ستريت بوكسز يعني مفتوحين على بعض، فبالتالي مش زي مخ الست. موضوع بدخل بموضوع، نادية هيك قالت لأنه هيك هي قصدها تقول لي وكذا. لا لا الرجال مش هيك، حكت لي 1 2 3 يعني هو بفهم 1 2 3. أقول ما بنتبه إني زعلانة أو حزين حزيطة. أنا شوفي شو كنت أقولك، ولكن أعطيني اللكن. أنا بقول إنه الزلمة لما يحب مرأة بيصير يعرف من نظرة عيونها إنه هاي الحركة اللي هو عملها ضايقتها، حتى لو ما فتحتمها ولا حكت كلمة. وفي كتير أمثلة على أرض الواقع على رجال بيعرف إنه مرته ضايقت أو انتكشت أو امتعضت بمجرد ما تغير رقبتها هيك. صح. وإذا طنش بطنش لأنه هو ما بده يكبر بالزبط. القصة مش لأنه مش فاهم، مش لأنه مش فاهم. وبعض الستات إذا طنش بتنسى. بس اقول لك شو، بس انت لا تنسي كوني حقوده زي الجمل، ضلك وراه زني 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 عشان يراضيكي. بس تعرفي شو انا بقول، احلى إشي بالحياه لما تزعلي من مقطع معين صار بالامسيه، وهو ينتبه انك انت زعلتي ويجي يصالحك بطريقته بدون ما يفتح الموضوع. الله عليك، هذا كتير اسلوب لطيف وراقي وحلو. يعني صالحها. صالحها. هلا مش ضروري تناقشوا وتفتحوا ملف الشرق الاوسط، بس يعني انت بتعرف هي كيف رح ترضى بهاي اللقطه. اذا الموضوع بسيط، انا عم بحكي ما عم بحكي عن قصص كبيره يعني. اسمعي مره على سيره اللي بتقولي انه مثلا ممكن ناس يكونوا قاعدين بقعده فهو ينتبه شغله فيقوم يتصرف بدون ما يتحدث ويبرم، رح تنهاري طبعا، انت تقطعي نفسك مع انه انت بتعرفي القصه. رجل معه امراه فائقه الجمال، دخلوا على محل لفتت كل الانتباه وشايف هو بانه عيون الناس عليها. هلا هي قاعده باول الطاوله هو باخر الطاوله، مقسمين القعده رجالا نساء. صح. واذ به يقوم من مكانه من مقعده، بيروح عندها بعبطها وبيبوسها وبرجع ليثبت للجميع انه الست دي بتاعتي. هذا بدون ما تزعل، مش كيف هي زعلانه. قلطمه بصمت. شوفي 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 رهوفتي، تفضلي. هاي المعلومه بتخص الكابل اللي تجوزوا جديد. أوكي. الكابل قال الرجال يأخذون وقت أطول من النساء للتأقلم مع طبيعة العلاقة الزوجية، يعني تيكسهم وقت أطول عشان يفهم هو كيف هيك صار في. صح. ست بصحى جنبها كل يوم، في متطلبات وكذا، لكنهم يملكون قدرة عالية على الالتزام بالواجبات الزوجية ولو بعيدا عن المشاعر. ولو بعيدا عن المشاعر، حتى لو بطل يحبك بيلتزم بالواجبات الزوجية، بس بياخد وقت أطول ليتأقلم مع فكرة الزواج. صراحة بتحسي صح؟ طبعاً 100%. صراحة أنا يعني من 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 تجربة شخصية ومن تجربة اللي حوالي، كنت زمان أفكر دائماً إحنا أو العرب يعني بشكل عام دائماً نفكر بالبنت. طلعت العروس من بيتها صعبة. True. أبوها كيف بده يطلعها، بكيوا لما طلعت، هذا كله الكلام مزبوط وعلى عيني وعلى راسي ومشاعر صادقة جدا، بس إحنا ولا منعبر العريس شو شعوره. صح. يعني ما بنحكى العريس حزين. يعني ما بنحكى عن الزلمة لما طلع من بيته، ما بنحكى إنه أهله رح يشتاقوا له. هذا الإشي إحنا ما بنحكيه اعتقادا من نبي إنه الرجال هم حديد، يعني هو ما بيعبر عن مشاعره ولا بتضايق، بس صدقوني طلعت الزلمة من بيته كتير صعبة، أهله بيستفقدوا له، هو بيشتاق لهم. في كتير ناس مثلا بتحسي الرجال عندهم طرق مختلفة بالتعبير، خلينا نقول بيترك جزء من ملابسه ببيت أهله عشان يضلهم حاسين أنه هو موجود، يعني هو بيجي وبروح. البنات مثلا، أنا عم بحكي عن حالي، أنا من أول شهر تأقلمت ببيتي،
هذا لا يعني اني ما بشتاق لاهلي، ما بحب ازورهم، بس هو كرجل انا بيتي، بس انا بشار لليوم لسه هو متعلق السمين. ايوه بالضبط، هذا يعني مثال حي وواقعي. وانا هلا بدي احكي جمله بدي هيك يعني اخص فيها الرجال، رح تحبوني على الجمله رح احكيها. الرجل يا جماعه أصلاً. زي اخواني زي اخواني طبعا. بدي احكي شغله رهوف. الرجل هو ضحيه التنشئه الذكوريه في المجتمع. ضحيه الشرقيه. ليش الرجل بنجلط؟ اذا بتفكروا فيها رجعوا لي رجعوا لي رجعوا لي رجعوا لي انا مكتم 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 مكتم. احنا بنفرض عليه قيود وضوابط عشان نخليه زلمه. من ضمن هذه الضوابط ما تبكي، ما تعبر رجولتك، انت زلمه، هيبتك انت زلمه. فبالتالي احنا زي ما قالت رهف، طب مشاعر الزلمه هو تارك ابوه وامه، تعلقه بوالدته، ذا فاكت انه ما بده يشوفها كل يوم، فكره الزواج اللي بدها تقيده وتحدده، هيك بتكون براسه الافكار. فلا احنا كمان خلينا نضع مشاعر الرجل في الميزان كما نضع مشاعر المراه. طيب هاتوا، بما انه ندوش حكت اشي بصالح الرجال، خلينا نحكي شغله هاي حقيقه لازم انت تعرفيها كامراه. زي ما احنا نكره الانتقاد، الرجال ايضا يكرهوا الانتقاد. كثرة انتقادك لإله، لحكيه، لتصرفاته، للبسه، لطريقة ما بيقعد، طريقة ما بياكل، كيف بيسوق، كل هاي الأمور تنفر الرجل منك. صح. أولها ممكن إنه يصبر ويتحمل، والرجال صبورين بالعادة، الرجال أكثر صبرا من النساء. بصبر بصبر بصبر، ولكن كثرة الانتقاد تبني حاجز عند هذا الرجل مع الوقت، ولأنه ما بقدر يعبر. إحنا لما هم ينتقدونا بنقوله أنت ليش انتقدتني، هو ما بقدر يقولك أنت ليش هيك بتنتقديني، فهو يا إما بضله ساكت أو بيعصب وبيصرخ. لما تقولي له مثلا ليش هيك بتسوق، بقولك أنا حر بسوق زي ما بدي، وبتكمل المشوار، فأنت بتسكتي وهو بيكمل. حتى لو انفعل وعصب عليكي، هذا ما بينسيه أنه أنت انتقدتيه. فمع الوقت الرجال بنفروا وبيبعدوا عن النساء اللي بضلهم ينتقدوهم، حتى لو كان فيه خراب لمنظومة الأسرة. أنا بتيجي القشة التي قسمت ظهر البعير. أنا بكره الانتقادات الكثيرة. طبعاً يعني أنا زيك طبعاً، يعني عاتبني ماشي كذا، إنه عبر عن مشاعرك، بس ما تضلك تنتقدني لأني بنفر، مش إشي رح يصلحني. رهوفتي استنى استنى استنى، بس هاي ما رح نناقشها، بس عشان هيك إنه عشان كيف النسوان. أثبتت الدراسات رهف تات أن الرجل الوفي أكثر ذكاء من الرجل الخائن. الله، والباقي عندكم. الله، بس يا أوفياء جست. صدقوني كل إشي بنحكى سواء عن الرجال أو عن النساء هي مجرد حقائق ومجرد دراسات عن أغلبية الناس، بس كل علاقة إلها خصوصية زي ما دائما منقول. وإذا زوجك كان من النوع اللي ما بيعبر، أو كان من النوع الصعب التواصل معه، لأنه مشكلة التواصل هي يعني ميجر موضوع الكوميونيكيشن، كيف أنت تتواصلي مع شريك حياتك، هذا إشي مهم. بس إذا كان صعب دائما في له حلول، كل زلمة له مفاتيح معينة. صح. اختاري الوقت المناسب لتعبري فيه عن غضبك، اختاري الوقت المناسب لتعبري له عن مديحك وإطرائك. إحنا مرات الكلمة الحلوة بنحكيها بالوقت الضائع، فما بيكون لها أثر. يعني انت مثلا اذا جوزك عمل إشي حلو ما تحكي له اياه على الهامش، زي ما بتخصصي وقت للانتقاد خصصي وقت للمديح والاطراء. صراحه جد كل رجل له مفاتيح، اذا بتعرفي مفاتيح الرجل بتعيشي معه بسعاده. واخر حقيقه، لا يوجد دليل واحد ان الرجال اكثر عقلانيه من النساء، يبدو ان كلا الجنسين على نفس الدرجه من الجنون. صح 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 ص